بهدف رعاية الإبداع الأدبي للشباب وتنميته وتطويره، أقام المركز الثقافي العربي في بانياس بالتعاون مع الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية مهرجان أزهار نيسان للإبداع الشبابي الأدبي، وذلك بمشاركة عدد من الشباب السوري من عدد من المحافظات. أن يكون لنا منبر خاص بإبداعاتنا الشبابية فهذا شيء هام، ولا سيما في ظروف هذه الحرب التي نمر بها في بلدنا. كل برعم لا محالة مزهر، ونحن الآن نزهر في ظلال وطننا الوارفة. اليوم جينا من محافظات مختلفة لنشارك بمهرجان نيسان للإبداع الشبابي. ضروري كتير بهالظروف يركزوا بالمجتمع الثقافي، يركزوا على الطاقات الشبابية. الحقيقة كتير مهم بهي المرحلة اللي عم تعيشها بلدنا نكون داعمين للأطر الثقافية والفنية والأدبية اللي هي بتعطينا روح، بتعطينا حياة، بتعطينا دعم لحتى نقاوم الأزمة اللي نحن واقعين فيها. في هذا المهرجان اليوم يشارك فيه مجموعة من الشباب والصبايا بتقديم ما أنتجوا من إبداعات خلال هذا العام، مع تنويهنا إلى أننا نستقبل كافة الإبداعات الشبابية من كل المحافظات السورية لتكون سوريا مجتمعة في المركز الثقافي العربي في بانياس. يستمر المهرجان مدة 3 أيام، يقدم فيه الشباب نتاجهم الأدبي ليوصلوا صوت الإبداع السوري الذي لم يتوقف رغم كل الظروف التي تمر بها بلدهم.